صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعض أهل السير إن عمرو بن لحي كان ممن يحب الخير وأتى بالأصنام من أرض الشام اعتقادا منه واستحسانا إلى قومه، فهل هذا الكلام سليم؟ هذا كلام باطل. هو كان في الأول متعبدا وناسكا وأحبه قومه لعبادته ودينه، لكنه ذهب إلى أرض الشام للعلاج فرأى الأصنام ففتن بها والعياذ بالله وأعجبته، فجاء ودعا قومه إلى عبادة الأصنام، انتكس وارتد والعياذ بالله، دعا قومه إلى عبادة الأصنام. ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، رآه يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.